السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، أصدقاء جروب اليو يبتدوا بسهولة مع عيد الأسيوطي إيزي كيتو دايت. أنا كنت بسكت بس وأكمل كلام. كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم وعيد سعيد. وما تنساش اعمل لايك للفيديو برضه عشان يوصل لعدد أكبر من الناس، وعلشان يوصل لك الشعار باللايفات الجديدة بأي لايف في وقته على طول. فاعمل لايك للفيديو ده، هيساعدني ان الفيديو يوصل لعدد اكبر من الناس، وهيساعدك انك اي لايف تاني تشوفه اول ما ينزل مباشرة. لو بتشوف الحلقة على اليوتيوب اكيد اشترك في القناة عشان دايما توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. اهلا وسهلا بيكم، رمضان كريم، عيد سعيد، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نبدأ مع بعض كده اللايف بتاعنا ونتكلم في موضوع الحلقة، وطبعا هشوف اسئلتكم ولايكاتكم الجميلة المرة دي بتظهر ايه عندي. يمكن اللايف اللي فات ما كانتش بتظهر، المرة دي انا شايف الناس اللي بتعمل لايك بدأت تظهر. اعملوا لايك واعملوا لايك واعملوا منشن لاصحابكم اللي عايزينهم يجوا يتعلموا كيتو صح، ويشوفوا هيعملوا ايه في العيد، هل هناكل فعلا كحك وبسكوت ولا لا، وازاي ممكن نخلص من الازمه دي. منورين، اهلا وسهلا بيكم. قولوا لي بتتابعوني منين، البلد اللي بتتابعوني منها او المدينه اللي بتتابعوني منها، علشان نشوف اكتر الناس اللي معانا في اللايف منين. واللايكات الجميلة بتاعتكم الحلوة اللي بتظهر على طول دي، خلوها طول وقت الفيديو تبقى ظاهرة قدامي، بتشجعني ان انا اكمل معاكم. اكل البسكوت لحد ما ابدأ اشوف اسئلتكم. بسكوت، شايفين البسكوت بتاعي في الاول اهو، في حب الكيتو. قولوا لي عملتوا بسكوت ولا لا، وهنزل لكم الوصفة بتاعة البسكوت ده ان شاء الله. ممكن كده بشكل سريع جدا موضوع الكحك والبسكوت في العيد. انا واحد من الناس بصراحة مدمن بسكوت العيد. نسرين، أنا وسهلا بيك. أنا مدمن بسكوت العيد وكحك العيد، أو أقدر أقول مدمن متعافي. ما ينفعش يعدي عيد من غير ما أكل كحك وبسكوت، ده حاجة مش عارف، أنا حاجة مقدسة كده عندي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتورة كلارا، نورتي. حاجة مقدسة عندي كده ان انا في العيد لازم اكل بسكوت، ولما كان يجي علينا عيد في البلد مثلا في البيت ما يعملوش بسكوت، او يقولوا ان احنا مش هنعمل، اقول لهم ازاي هو ينفع يكون في عيد من غير بسكوت؟ جملة كده ايه، هم عارفين دايما يقولوا ايه، لا احنا هنعمل، خلاص بقوا اتعلموا يعني احنا هنعمل بسكوت عشان وليد بيقول ما ينفعش عيد من غير بسكوت. فانا واحد من الناس، يعني عايز اقول لك ان انا مدمن، عشان بس بقول لك الحته دي ليكم انتوا، عشان عارف ان الناس كتيره من الناس اللي بيتابعونا مدمنين اصلا حلويات وبسكوت وكحك وحاجات زي كده، والا اصلا ما كانش وزننا زاد يعني. بس الفكره في ايه؟ تعالى كده نبص ادمان البسكوت والحلويات والكلام ده وصلنا لفين؟ ادمان البسكوت والحلويات والحاجات دي وصلتنا للايف ده النهارده. يعني انت لو ما كنتش مدمن بسكوتات وحلويات زمان ما كانش وزنك هيزيد، فما كنتش بتدور، هتبقى بتدور دلوقتي ازاي تخس وتكسب صحتك. انا واحد من الناس، يعني تقريبا انا خسيت كتير جدا 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 الحمد لله، يمكن اكتر من 45 كيلو في رحلتي مع الكيتو، ومع ذلك انا ما زلت مصمم ان انا افضل كيتو. احيانا بخرج من الكيتو، وانا قلت ده قبل كده اكتر من مره، احيانا بخرج من الكيتو بس لاسباب. اولا لان انا عدت عليه فتره طويله جدا ملتزم كيتو 100%، كنت ملتزم التزام صح بالكيتو، مش زي الناس. حتى في بعض الناس يقول لك ايه، انا بقالي سنه كيتو، بس ايه كان في بعض المرات كده بخرج من الكيتو اكل حاجه وبعد كده اصوم وارجع. لا خلاص، انت ما بقالكش سنه كيتو، انت بقالك كيتو من بعد الغلطه اللي انت عملتها. فما ينفعش تبقى بادئ كيتو مثلا اسبوعين ثلاثه وتروح تعمل غلطه وتقول انا صمت بعدها فانا لسه كيتو. لا، حضرتك هتبدا تعد من الاول. لا، انا واحد من الناس، انا ما بعدش من الاول. انا واحد من الناس فضلت ملتزم اول تقريبا 3 شهور ونص او 4 شهور زي ما الكتاب بيقول. فبالتالي لما اجي اخرج من الكيتو، طبعا بالتدريج زي ما اتعلمنا وعودتكم قبل كده، ان انا لما هخرج من الكيتو هخرج بالتدريج واحده واحده علشان جسمي ما يتصدمش واتعب او اصدع او يحصل لي شيء. فبخرج وكمان عندي القوه والاراده ان انا ارجع تاني، لان انا عارف الطريق الصح. ارجع تاني للكيتو لان انا عارف الطريق الصح، انا عارف ان هو ده الطريق الصح. ولو خرجت من الكيتو بتعب بصراحه يعني. بتيجي احيانا كده اللي هو ايه، طب انا مثلا نازل البلد، وبالمناسبه نازل البلد بكره ان شاء الله، انا نازل البلد فاللي هو ايه، هزيد شويه، هعك شويه، فبعمل حسابي قبلها ب 3 4 ايام ولا اسبوع كمان، ببدا ازود الكارب شويه شويه عشان عارف اروح البلد كده ايه، هاخد لي يوم ولا يومين بره الكيتو وهرجع على طول، وهرجع تاني للكيتو 100% بالتزام صارم وشديد. لكن في بعض الناس
عندها المشكله دي بتاعت ان هو مجرد ما بيخرج من الكيتو بيرجع للادمان القديم بتاعه. ليه؟ لان هو ما اتعودش، لان هو ما اتعودش على الكيتو، لان هو ما قعدش فتره طويله في الكيتو وفهم حلاوته وجماله والراحه اللي موجوده فيه. لا ده حد ممكن يكون قاعد في الكيتو اسبوعين ثلاثه ولا شهر حتى وخرج، حلنا بقى على بال ما يعرف يرجع تاني. انت مدمن، ما احنا قلنا ده قبل كده كتير، وانا لسه بقول لكم على نفسي انا مدمن، فانت مدمن. علشان كده انا بقول لك اخرج من الكيتو، اخرج من الكيتو واعمل اللي انت عايزه، لو هتاكل كحك ولا بسكوت، ولكن بشرط انك يكون بقالك اكتر من 3 4 شهور ملتزم التزام صارم بالكيتو زي ما الكتاب بيقول، ساعتها هتقدر ترجع بسهولة. ولكن الافضل بقى ايه؟ الافضل انك تفضل جوه الكيتو وتعمل الحاجات الحلوه بتاعته. انا مقرر ان انا المره دي السنه دي مش هخرج من الكيتو، الاجازه دي اللي انا نازلها البلد ان شاء الله مش هخرج من الكيتو، مكمل، لان انا حقيقي ببقى مستريح جدا وانا على الكيتو، مستريح جدا، بطني مستريحه يا جماعه، مفيش انتفاخات ومفيش غازات ومفيش النفخه اللي ببقى حاسس بيها، مفيش تعب ومفيش صداع، بالعكس عندي تركيز وعندي حيويه وعندي نشاط وراحه وصفاء ذهن، كل ده وانا في الكيتو. فانا ليه ابوظ ده وانا عندي امكانيه ان انا افضل كيتو واكل كل الحاجات اللي بحبها؟ عايز تاكل ايه؟ عايز تاكل بسكوت؟ اهو نعمل بسكوت، وبسكوت جوز هند كمان، بسكوت جوز الهند احلى بسكوت. ايه رايك كمان تعمل بسكوت بالبرتقال؟ وقشر البرتقال ينفع يبقى كيتو يا جماعه. فانت ممكن تعمل بسكوت بقشر البرتقال وتفضل كيتو، وتاخد الريحه الجميله والنكهه الحلوه جدا بتاعت البرتقال في الـ في الـ في البسكوت. انا عملت بدقيق اللوز ودقيق جوز الهند. طيب ليه اللوز مش متوافر عند معظم الناس؟ بدل دقيق اللوز ممكن تعمل بدقيق الفول السوداني. نقف لحظه كده وهقول لكم يعني ايه دقيق الفول السوداني، بس بعد ما تعملوا لايك للفيديو وبعد ما انا كمان اخد قطمه من البسكوت جوز الهند الجميل بتاعي. دقيق فول السوداني يعني ايه دقيق فول السوداني؟ هجيب فول سوداني عادي، فول سوداني محمص ويطحن في المطحنه بس على خفيف، يعني تضرب وتستنى، تضرب وتستنى، تضرب وتستنى، تشغل المطحنه ثواني وتفصل، ثواني وتفصل، ثواني وتفصل، عشان لو فضلت مشغلها على طول هتطلع زبده فول سوداني. لا احنا عايزينها تبقى دقيق. فود الفول السوداني محمص وتطحنه كده شويه شويه، سنه 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 سنه، لحد ما يطلع لك كده ايه منه دقيق الفول السوداني. فده بسهوله جدا اهو بقى عندك دقيق فول سوداني، فيا اما دقيق لوز او دقيق فول سوداني. ودقيق جوز الهند، دقيق جوز الهند سهل ومش غالي برضه، هتجيب جوز الهند نفسه وتضرب، وفي طرق كتيره عليه عندنا على الجروب وعلى اليوتيوب ازاي تعملي دقيق جوز الهند. هنستعمل كوبايه دقيق فول سوداني او دقيق لوز ونص كوبايه دقيق جوز هند، يبقى بيضه، وكوبايه دقيق لوز او دقيق فول سوداني ونص كوبايه دقيق جوز هند، و50 او 60 جرام زبده، وبشر قشر البرتقال، ويا اما فانيليا سايله او بشر البرتقال زي ما قلنا، يا اما فانيليا سايله مع معلقه صغيره او نص معلقه صغيره بيكنج باودر. انا قلت زبده صح؟ اوكي. هتضرب البيضه مع الزبده او السمن البلدي ومعاهم السكر الدايت بتاعنا ومعاهم الفانيليا او بشر البرتقال، وبعد شويه تحط كمان عليهم، تضرب كويس جدا لحد ما المكونات كلها تتخلط في بعضها 100%، ومعاهم تحط بعد كده تبدا تحط الدقيق بتاعك شويه شويه، تحط شويه وتقلب شويه وتقلب شويه وتعجن، يعني شويه وتعجن لحد ما تاخد القوام البسيط اللي انت عايزه. بعد كده تبدا تشكلها في الصينيه بتاعتك، واثناء ما انت بتعمل ده هتكون بدات تسخن الفرن على 180 درجه، هتبدا تشكل البسكوت بتاعك. انا شكلته على شكل قلوب، ممكن انت تعمله بشكل البسكوت العادي المعروف، وهتدخله في نص الفرن، هتحط الصينيه في نص الفرن وهتبقى مشغلها من تحت بس على درجه حراره 180 لمده 15 دقيقه او اقل. مفيش اسهل واحسن من كده، وهيطلع لك احلى بسكوت في الدنيا، وزي ما قلت لك هيخلي ريحه البيت كلها برتقال او فانيليا او جوز هند زي ما انت بتعمل ايا كان. الكميه دي هتطلع لك تقريبا 20 او 22 قطعه، هتقدر تاخد منهم، تقدر تاكل منهم 3 4 قطع كل يوم في العيد مع كوبايه شاي بلبن او شاي بحليب، لان احنا في كيتو البشوات قلنا مسموح لنا ربع كوبايه حليب كامل الدسم، مفيش احلى من كده. شكرا ليكم، وربنا يتقبل منكم رمضان، وتمنياتي ليكم باذن الله بعيد سعيد. هحاول ان شاء الله
الايام الجايه هكون في البلد، بس هحاول لو عرفت ان انا اطلع معاكم لايف تاني في ايام العيد ونتكلم مع بعض ندردش جيتو مره تاني. شكرا ليكم، كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، دمتم بصحه وسعاده، تصبحوا على خير.